السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبعد ما عملنا نقل أو الإعارة عفوا من طرف الشركة، وتمت الموافقة على الإعارة من طرف العامل، فبعد ذلك يتم موافقة الإعارة كما ذكرنا من قبل من طرف الشركة الحالية. فالحين حاليا سندخل على السيستم لنرى ماذا يحدث بعد الموافقة من طرف الشركة التي يتواجد عليها كفالتها العامل. سندخل على أي خدمة كالعادة، وندخل إلى الشركة التي تم من عندها طلب تبع الإعارة، بعد الدخول نذهب إلى طلباتي ونعمل بحث. سنجد هنا كما تلاحظون سنجد هنا كما تلاحظون الطلب، وهنا الإشارة إلى أنه بانتظار الدفع. ففقط كل ما علينا هو دفع الرسوم الخاصة بالطلب، طريقة دفع البوابة، وعملية الدفع عادية. إذا نلاحظ أنه بعد عملية الدفع إلى طلباتي بحث، فهنا كما ترون تم اعتماد الطلب، فما عليك إلا طباعة الإعارة.